الإشي كمان اللي كتير مهم اللي لازم نحكيه اللي هو كيف الجذب، يعني هو هذا من الأشياء اللي كتير كتير مهمة. إذا أنك أنت قررتي أو أنت أو whatever قررت أنه تشوف الحياة بنظرة إيجابية سوف تأتي لإلك الإيجابيات كلياتها. يعني أنا لما بشوف الموقف، وإذا بتلاحظوا دائماً بيحكوها دائماً الكاسة المليانة والكاسة الفاضية، إذا أنت تعودتي، وهذا تدريب منتلي، يعني لازم إنسان يعود حاله بكل موقف مهما كان مؤلم يشوف الجانب، ما بدي أحكي الجانب السعيد، أحكي الجانب المفيد لإله. هلأ باللحظة لإنك أنت بصير تشوفي إيش الإشي المهم اللي رح يخليك تصيري إنسانة أحسن بأي موقف، حتى لو حدا ضايقك، إنه إيش اكتشفتي بحالك صفة لازم تصلحيها، هذا معناته صار موقف سعيد بحياتك، على إيه اللي اكتشفتي أنت إيش لازم تتحسني. فأنا بحكي إذا الإنسان اشتغل على حياته كمواقف إنه دائما يشوف الإيجابيات فيها للتطور للنمو، سوف يجذب لإله كل الأشياء الحلوة بالحياة. والإنسان اللي بيكون سلبي ودائما ينظر للحياة بطريقة ما بيشوف إلا السلبيات سوف يقع دائما بعوائق أكتر ومشاكل أكتر، ورح تصير فيه أنا دائما بسميها الحلقة المفرغة، تصير يلف حوالين حاله، السلبي بيجيب سلبي وبضله يلف بالسلبيات. أما الإنسان الإيجابي، وهذا تدريب، تدريب للإنسان يفكر كيف يفكر بطريقة إيجابية، كل موقف لازم يوقف ولازم يمسك حاله متلبسا بالأفكار، يعني أنه أنا مزبوط اليوم كم فكرة سلبية فكرت فيها، ولازم يوقفها بحياته، عشان كل ما أنت بتكوني إيجابية كل ما بصير في عندك دفق للإيجابيات بحياتك ودفق للتطور، وبتصيري كل إشي بحياتك يكون ماشي بالطريق الصح لنموك لتطورك. تأكيدا على كلام لينا، بحب أزيد عن النفس الإيجابية، إنه النفس الإيجابية فعلا هي ترى الصعاب من الأمور وبتتلذذ بالتغلب عليها. فإذا كان هدفنا في الحياة صعب، هذا رح أبلغه، رح أخذ الأمور بطريقة إيجابية وأتلذذ كيف رح ألاقي طرق وأهداف لأوصل لهدفي الحقيقي. التحدي فعلا، لأنه هي التحدي كتير هو شيء إيجابي بيعطي الإنسان شعور بالتلذذ بالوصول للأمور الكبيرة في الحياة.